يا صباح الفل عليكم، واهلا وسهلا في حلقه جديده من مطبخ الحياه. حلقه النهارده مختلفه، حلقه النهارده مش من الاستوديو زي ما انتم شايفين، احنا طالعين من بقعه من احلى بقاع مصر وهي العلمين. العلمين طبعا دلوقتي الناس كلها منبهره بيها وعندهم حق في كده. انتوا لو جيتوا هنا كل حاجه موجوده، اللي عايز يصيف ده احلى مكان ممكن نصيف فيه، كل حاجة موجودة عندكم ولكل المستويات وبكل الأسعار. إيه كمان؟ في مهرجان العالمين. مهرجان العالمين السنة دي السنة التانية، بس بقى السنة دي في كل حاجة انتوا عايزينها، اللي عايز حفلات موجود، اللي عايز أكل موجود، اللي عايز رياضة سبورت موجود، كل حاجة انتوا عايزينها موجودة هنا اهو. النهاردة هنعمل بقى أكلات بسيطة كده وسهلة للناس اللي بتصيف. أول حاجة هنبتديها هنعمل ساندويتش بالتوست، بسيط وسهل وحلو جدا. هعمل توست باللبن والجبنه. المقادير بتاعتي ايه؟ هستعمل توست، اي نوع توست، ابيض اسمر اللي موجود عندك وما تشيليش الحرف بتاعه، شرايح جبنه، تركي، مايونيز، بيض ولبن، كزبره لو تحبي دي اختياري، وفلفل حراق مفروم ناعم. اول حاجه هنعمل ايه؟ هاجي هجيب العيش بتاعي وبمعلقه كده هبتدي ادهنه بالمايونيز. دهنة بسيطة ودوت اهو، دهنة بسيطة بالمايونيز خلاص. وهاجي هحط هنا زبدة ونقطة من الزيت عشان الزبدة ما تتحرقش. طاسة سخنة، ف هنيجي هعمل ايه؟ هعمل ساندوتشين منفصلين وبعد كده هلزقهم مع بعض. ازاي؟ بصوا ادي التوست اللي انا دهنته، هحط كده اتنين منفصلين، هاجي هحطهم في الزبدة كده. و هحاول ان انا اخليه يتحمص معايا، بس طبعا اخد بالي ان هو ما يلسعش، ولما يتحمص الجبنة هتسيح وتلزق لي الاتنين في بعض كده اهو. النار ما تبقاش عالية علشان الزبدة مع التوست في ثانية هتلاقيه اتحمر منك. هنيجي بقى نبص عليه من تحت، نار واطية عشان يقرمش معايا من غير ما يلسع. في الوقت ده على ما يقرمش هاجي اعمل اتنين تانيين، عشان انا كل ساندوتش بعمله من اربعة، يعني الساندوتش يكفي فرد واحد كويس جدا ان هو يشبعه يعني كده اهو. وبرده هنحط الجبنة احط كل واحد واحدة وابص على اللي عندي لسه شوية. بصوا كده علشان ياخد الزبدة الموجودة في الطاسة، ما اضطرش ان انا احط الساندوتش ده تاني، فامسحيه كده فيها علشان ياخدها كلها. واجهز الاتنين التانيين، ممكن احطهم جنبهم كمان ونزود شوية زبدة بقى بالمرة، مرة واحدة. الزبدة طبعا وهي طرية بتبقى أسهل كتير في التعامل، لأن الزبدة الناشفة بتاخد وقت طويل لغاية لما تسيح، وفي نفس الوقت على ما تسيح هتلاقي حتت اتحمرت وحتت لأ، لكن الطرية بتشتغل على طول. فعلشان كده لما تيجي تشتغلي في اي حاجة فيها زبدة طلعي الزبدة قبل ما تبتدي
الشغل على طول. بصوا دي اللي تلاقوا الاتنين بعاد عن بعض عشان ما ساحتش الجبنة، الجبنة هنا ساحت فلزقوا في بعض مع شوية زيت زيتون مع الزبدة. ونحمص التوست خلينا بقى هنا نشيل الاولانيين انهم خلاص كده بالنسبة لي اتحمروا. بصوا ابتدى يمسك في اللي تحتيه، فده معناه ان هو ابتدى يتقمر من تحت والجبنة تسيح اهو. هجهز بقى مكانه بعد ما اطلع العيش، مكان العيش بقى هشتغل في البيض واللبن والفلفل بقية الحشوة. انا بس مجرد بعمل الطبقة الاولانية اللي بره اهي، كده بقى هبتدي اعمل البيض بتاعي. هحط شوية فلفل حراق، لو عايزه مش حراق ممكن تعملي فلفل عادي، فلفل بارد اللي هو الرومي. وهنزل بالبيضتين بعد ما يبتدي كده يسد، هحط نقطه من اللبن بس، ما تخليش البيض يجمد قوي علشان يبقى طعمه حلو. وهحط على كل ساندوتش شويه منه. كده هاجي طبعا لازم احط حاجه خضراء، احط في عندي خس. عايزه بقى تزودي في المرحله دي على الوش التاني مايونيز تاني، عايزه تحطي مستارده كاتشب اللي انت عايزاه، انا بس مش هحط خلاص، هحط بس الخس كده اهو وهعمله كده وهحط على التاني خس برضو. وطبعا بالسكينة هشقهم بالعرض كده اهو. ساعة التقديم هتشقيهم بالورب علشان نقدمهم. خلاص احنا هنخليهم هنا لأحمد هو يعملهم، واحنا هنشتغل في الوصفة التانية. انا بحاول اعمل لك حاجات بسيطة علشان ما تاخدش معانا وقت خالص. خلينا اطلع فاصل وارجع بعد الفاصل، استنونا. رجعنا لكم من جديد. هنعمل دلوقتي ايه؟ هعمل سندوتشات سجق بلدي. طبعا السجق دي حاجه هنلاقيها في اي سوبر ماركت سهله، فعلشان كده قلت ايه نعمل منه سندوتشات حلوه تبقى غدوه حلوه في الصيف في الساحل. المقادير بتاعتي هستعمل سجق، بس يا ريت تختاري حاجه دهونها قليله، ويعني لو من جزارك يبقى افضل.
فلفل الوان وفلفل رومي، فلفل حراق، ثوم، معلقه صلصه طماطم وطماطم مبشوره، كزبره، كمون، فلفل اسود. الصوص بتاعي هستعمل طحينه، سلطه الطحينه اللي هي بالليمون والملح عادي، مع بشر طماطم وثوم وفلفل حراق طبعا وملح وفلفل وكزبره وكمون. كل اللي هحطه على السجق هرجع احطه على الطحينه تاني. خلينا نبتدي نشتغل. اول حاجه شويه زيت بسيطه، لان السجق اصلا بينزل الدهون بتاعته، ف ما نكترش في الدهون علشان ما يبقاش تقيل ودسم. اهو هحط السجق الاول قبل اي حاجه علشان اشوحه، هو اللي بياخد وقت في ان هو يستوي، لكن الخضار مش هياخد معايا حاجه. نار عاليه وبسرعه علشان يبقى سيل يمسك وما ينزلش دهون. بصوا هو مفهوش هنا دهون خالص، فعشان كده هحط شوية زيت وهنقلب كده عشان ما يلزقش معانا. لازم اسويه كويس قبل ما احط اي حاجة معاه. هعمل سلطة الطحينة، وبعدين هاجي هزود عليها. طبعا الطحينة معمولة بالليمون ومية عادي، هحط عليها بقى شوية بشر طماطم، دي هتدي طعم تحفة للساندوتشات. شوية بشر طماطم وشوية فلفل حراق، خليني برضو اقلبه تاني ما انساهوش. وهحط بقى البهارات بتاعتي، بهارات كزبرة وكمون، ومنساش التوم، شوية توم مع الطحينة اهي، واقلبها عشان تبقى جاهزة معايا لما اجي احشي السندوتشات تكون جاهزة. اهو، وهحط برضو فلفل حراق، لان السجق ما ينفعش من غير فلفل حراق. بعد ما تبتدي الخضار تطرى انا هقلبهم. لازم الخضار تستوي معايا، تطرى، مش تستوي تستوي قوي يعني، تطرى تدخل في السوا. هبتدي بقى اعمل حفرة كده، احط شوية زبدة وهنزل بالثوم. لغاية لما تبتدي ريحته تطلع معايا ابتدي اقلبه. اهو بصوا، اروح اول ما ريحته تطلع اروح مقلباه مع السجق، وهحط بقى الصلصة. او محطش الحاجات دي من الاول، لأ بحطهم بعد ما الحاجة كلها تبتدي تخش في السوا. الصلصة، برضو دايما حاولي تجيبيها فاتحة ما يبقاش لونها غامق. وهحط معاها طماطم مبشورة وبرضو بهارات، كزبرة وكمون، وهقلب كله واسيب 10 دقايق تتسبك الخلطة مع بعضها. ممكن لو عايزة تحطي شوية مية، ممكن نحط شوية مية صغيرين، احط عليه شوية مية صغيرين لو محتاج، مش محتاج خلاص حسب نوع السجق بتاعك يعني.
اجهز العيش بتاعي بان انا افتحه، مفتوح عندي هنا، وهحط قبل السجق هحط الطحينة اللي انا خلطتها بالطماطم والفلفل والبهارات، هحط كده طحينة، وهنا تاني طحينة برضو، ارجع ما اسهاش عنه عشان انا ما حطيتش ميه، فمش عايزاه ينشف. هو بصوا ريحته فظيعة يعني رهيب. كده اهو، وهاجي بقى احط احشي الساندوتش، وتاني شويه من الطحينه عليه. زي ما قلت لك الطحينه تبقى عاملاها خفيفه شويه عشان احنا حطينا كتير ومرتين، ما يبقاش في الاخر طعمها اوفر معايا. وادي تاني واحد، الفلفل ريحته فظيعة حلوة جدا. طبعا بنقدمه مع شوية بطاطس محمرة وكده، غدوة حلوة زي الفل. اهو وزي ما قلنا الفلفل، ممكن بقى تحطي كاتشب على الوش. عايزه تحطي سكر وكاتشب في نفس خلطه السوسيس نفسها، او سوري السجق نفسها، اوكي شغال الخلطه اللي انت عايزاها يعني. بس هو انا شايفه ان هو بالطريقه دي حلو جدا ومش محتاج اي حاجه خالص. خلينا نعمل واحد كمان بس عشان نملى الطبق يبقى شكله حلو معانا. زي ما قلت لك اهو الطحينه خفيفه علشان هحط منها مرتين، انا كمان مخففاها بالطماطم بس برضو اوريدي انت من الاول تعمليها خفيفه عشان طعمها يبقى حلو معاكي كده. دي سندوتشات سجق بلدي حلوه هتعجبكم جدا، سريعه وخفيفه وفي المصيف حلوه قوي. دلوقتي بقى ممكن اروح لفاصل تاني، هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل سندوتشات سمك وجمبري جباره. عايزه اقول لكم مش هتشتروا من بره خالص بعد الطريقه دي. هنقول المقادير بتاعتنا، هستعمل كيلو سي فود مشكل، انا مستعمله كاليماري الصبيت يعني، وسمك وجمبري، جمبري صغير مش محتاجه انك تجيبي الكبير، توم وفلفل حراق وليمون وكزبره، كمون، بابريكا، زعتر، دي تتبيله السي فود بتاعتي. بعد كده عندي طبقه زي العجينه كده هعملها، كوبايه دقيق، معلقه نشا، شويه ميه متلجه، كمون وبابريكا وكركم وكزبره وزعتر وفلفل اسود طبعا وجنزبيل. البهارات دي هي اللي بتدي طعم للخلطه. وعندي خلطه البقسماط اللي هي الكفرنج اللي في الاخر، كوبايه دقيق، نص كوبايه بقسماط، معلقتين نشا، معلقه بيكنج باودر وبهارات مشكله او من خلطه البهارات اللي احنا استعملناها. اجي بقى اول حاجه اعمل ايه؟ اول حاجه انا عايزه اقول لك الناس اللي بتستعمل الخل انها تتبل الكاليماري وجمبري، والكاليماري بالذات بتخليه زي كاوتش هيشد معاكي، لازم نستعمل الليمون لان الليمون بيديله المزازه الحلوه اللي احنا عايزينها وفي نفس الوقت ما بيخليهوش يشد. الكاليماري من الحاجات اللي سهل جدا
انها تشد معايا، فعلشان كده بنحط السي فود كله اللي انا هستعمله، هحط عليه ليمون، فلفل حراق، الملح بتاعي، وهحط بقى التوابل بتاعتي، ادي جنزبيل، بابريكا، بهارات، بودرة بصل وبودرة ثوم، ده غير ان انا هحط ثوم فريش كمان، الثوم اساسي، وادي كزبرة، وادي الثوم. لازم تقعد الخلطة في التتبيلة دي، يعني السي فود ده يقعد في الخلطة دي او التتبيلة دي ساعة على الاقل علشان يشرب من طعمها، كل ما بنسيبه فيها كل ما بيديني طعم احسن. ممكن تعمليها من قبلها بيوم بالليل وتسيبيها طول الليل في التلاجة في التتبيلة دي، بيبقى احلى واحلى بقى، بيشرب من طعمها. بصوا لونه بيبقى حلو ازاي. طبعا البابريكا والبهارات كلها بتدي لون حلو جدا. خلاص ده المفروض بقى ساعة. هاجي هشتغل في العجينة بتاعتي، هجيب الدقيق، ونجيب بولة، وادي الشوكة، وادي معلقة النشا، وهحط من نفس التوابل، بابريكا، كمون، كمون مع السمك لازم من الأساسيات، السمك الكمون، وادي بودرة ثوم وبودرة البصل، كزبرة، هحط الزيت بقى يبتدي يسخن، علشان الزيت لو مش سخن الحاجة هتشرب زيت كتير، لازم يبقى سخن بس في نفس الوقت ما يبقاش محروق، يعني ما يبقاش سخن قوي عشان الحاجة تستوي. لو الزيت معاكي سخن جدا وجيتي حطيتي الحاجة فيه هتلاقيها اتحمرت بسرعة ومن جوه نية، فناخد بالنا ان هو يبقى وسط، يعني يوصل للحرارة اللي احنا عايزينها بس تبقى النار عليه وسط. ادي فلفل اسود، بقلب الخلطة دي كويس، وبعد كده هجيب مية، طبعا يستحسن انها تبقى ساقعة، و اقلب العجينة بتاعتي، بتبقى عاملة زي سائل تخين، عايزة مية تاني، لازم تبقى سايلة ما تبقاش عجينة عجينة يعني. اهي خلاص جهزت العجينة الأولانية. هاجي بقى أعمل الخلطة بتاعة التغليف اللي هغلف بيها السمك أو السيفود كله. خلاص أدي التتبيلة وأدي العجينة، هجيب بولة بقى أحط فيها خلطة البقسماط، بقسماط والدقيق، بيكنج باودر، وهحط برضو من البهارات بتاعتي، من كل حاجة، مش هحط بقى ملح في الأخرانية دي. وخدوا بالكم برضو من حاجة، لما احط كذا طبقة على بعض، يعني انا هنا عاملة عجينة وعاملة تتبيلة وعاملة كفرنج، لو انا حطيت ملح في كل حاجة حتى لو كل حاجة لوحدها ملحها مظبوط، على بعض كلهم بيبقى الحاجة مالحة، فناخد بالنا. اي طبخة في الدنيا بيبقى فيها كذا كذا طبقة، يعني كذا لير، لازم اقلل الملح شوية عشان كله على بعضه هيبقى في الاخر مالح كده اهو. شوية نشا كمان. و هعمل ايه بقى؟ هاجي عايزة اتأكد ان الزيت بتاعي صح، ممكن احطه هنا على عين الاعلى. هجيب التتبيلة بتاعتي اهي اللي انا خلطة التتبيلة اللي على السمك، هحط عليها العجينة السايلة اللي انا عملتها،
واقلبها فيها. بصوا اهي، لازم تبقى سايله كده وتغلفها كويس، ما تبقاش ناشفه خلاص. وبعد كده هبتدي بالقطع الكبيره، فهنا اكبر حاجه السمك طبعا، فهحط السمك واضغط عليه علشان الكفر بتاعه يلزق، عشان ما يجيش وانا بقليه ينزل من عليه. هقلي كل حاجه لوحدها ليه؟ لان تسويه كل حاجه غير التانية. يعني انا عملت كله، تبلته مع بعضه واشتغلت فيه مع بعضه عشان ما اوسخش حاجات كتير، بس ساعة القلي اقلي السمك لوحده والكاليماري لوحده والجمبري لوحده عشان فرق السوا. عشان كده بقولك طلعي الاول حاجة قطع السمك تبقى جاهزة للقلي. طبعا احنا ممكن تعملي الساندوتشات دي في عيش بلدي، في عيش فينو، في العيش اللي انت عايزاه، بس انا هعملها النهارده بعيش بلدي لانه بيبقى احلى قوي فيها كده اهو. هاخد بقى السمك كله مره واحده اللي فاضل، بصوا اهو قطع السمك طبعا باينه لان هي اكبر. ممكن تقطعيها اصغر من كده لو عايزه يعني، وشايفين اهو لازم تبقى الخلطه كده سايله وجوسي علشان اغطي كويس بيها. الافضل ان انا اغطيه بخلطة الدقيق والبقسماط دي واخليه يتشمع ولو ربع ساعة 10 دقايق، بس طبعا عشان احنا الحلقة بتاعتنا وقت الحلقة فمش هنخليه، هننزل بيه على طول. بصوا في الزيت اهو، هحط السمك وهنقله على النار الاهدى علشان يستوي. مش شطاره ان انا احط النار وفي ثانيه يتحمر، لا. بصوا هجيبه بقى كده النار اهدى علشان يستوي من جوه. هيجي بالشوكه بالراحه عشان ما يتقطعش معايا السمك، او في مكان احط تاني هحطه عشان نخلصه كله مع بعض. بسم الله. بصوا لونه حلو ازاي، اللون الذهبي الجميل ده، ريحة السمك تجنن. في اتنين لسه عايزين يتحمروا زيادة، وهنا انا مجهزة الكاليماري بعد السمك علشان احمره. بعد ما بحمر السيفود كله وشايفين اللون الذهبي الحلو ويبقى من جوه مستوي معايا اهو، شايفين شكله حلو ازاي ومستوي ازاي. مهم جدا انه يبقى مستوي، ما ينفعش ان انا اكل سمك نص سوا او ميديم نهائي. هجيب بقى العيش بتاعي اهو وابتدي احشي سندوتشات. انا هحط فيها شويه مايونيز وكاتشب اهو كده، مايونيز وكاتشب عليهم، وبعدين ابتدي احط البحريات بتاعتي. وادي حته سمك حلوه كده على الوش، يا سلام شايفين الحلاوه. واحط الساندوتش كده، نعمل واحد تاني، هحط جوه مايونيز شوية حلوين. طبعا انتوا ممكن تحطوا طحينة عادي. وادي كاتشب، بعد كده هجيب الجمبري والكاليماري الاول هحطهم فيه، وعلى الوش هحط السمك بتاعي. بصوا تحفة وزي الفل. اخر حاجة بقى هنعملها، خلاص كده كفاية السمك. الصوت اللي انتوا سامعينه ده رياضة الباراموتور، شغالين على طول ما شاء الله. عشان كده بقول لكم مهرجان فيه رياضات تجنن، الولاد هينبسطوا جدا. هنا اهو هعمل سلاش بسيط بالفاكهة.
طبعا الحر والجو ده محتاج ان احنا نشرب عصاير، العصاير لو تبقى فريش طبعا افضل كتير. المقادير بتاعتي هستعمل نص كوباية من اي سيرب مركز، اي شربات عندك، مية وتلج وقطع فواكه. الفاكهة بقى مهم قوي ان اكون مجمداها، يعني مش هينفع انها تبقى سخنة. الفاكهة هنجمدها ونستعملها زي التلج بالظبط. هاجي اعمل ايه، هشيل بس هنا السمك ده نشيلهم، ونيجي نستعمل الخلاط بتاعنا. هاجي هحط عنب، طبعا نبقى غاسلينه كويس ومجمدينه، وازي عنب برضو. انتوا عارفين الحاجة اللي بتبقى فروزن بيبقى لونها مختلف. وادي السيرب بتاعي الشربات، هحط من الخوخ، واخر حاجه هحط تلج وميه، واديهم ضربه. هيتحول لسمودي او سلاش حسب ما انت عايزه، لو ضربتيه كتير هيبقى سمودي، لو ما ضربتوش كتير وخليت التلج كبير ده هيبقى سلاش. بصوا قطع الفاكهه انا عايزاه تبان فيه، مش عايزه امسحه خالص. وهجيب الكوبايات بتاعتي اهي، وابتدي اصب فيها. بسم الله. بصوا قطع الفاكهه فيه تحفه. انا مش حاطه سكر، انا معتمده على السكر اللي في الفاكهه وفي الشربات، مش حاطه سكر زياده. لو انت حاسه ان انت عايزه سكر زياده هنزود شويه، بس هو بيبقى كافي لان الشربات بيبقى مسكر اصلا، والفاكهه طبعا فيها سكر. اهو كده، اهو عملنا سندوتشات السمك وعملنا سلاش الفواكه. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، اوعوا تروحوا في اي حته. رجعنا من جديد. عملنا ايه النهارده؟ عملنا وصفات سهله وسريعه وحلوه جدا. اول حاجه عملناها الساندوتشات التوست بالجبنه، حلوه قوي، وعملنا فيها بيض مع الفلفل الحراق مشطشطه تجنن. وعملنا كمان ساندوتشات السجق البلدي بالعيش الفينو، اهي جباره هتعجبكم قوي قوي قوي. واخر حاجه عملناها في الساندوتشات ساندوتشات السي فود او اللي هي السمك والجمبري والكاليماري، وقدمناها مع مايونيز وكاتشب. وعملنا سلاش الفواكه بالتلج، واي فاكهه هتستعمليها فيها، حتى لو انت مش عايزه تحطي فاكهه، عايزه اقول لك ان التلج والشربات وتضربيهم هو كافي ان هيديكي طعم حلو ومسكر. لو مش عايزه تحطي فاكهه فريش، عايزه تحطي فاكهه طبعا هنعملها فروزن زي ما قلنا. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم والوصفات تجربوها وتقولوا لنا اخبارها ايه معاكم. لينا حلقات تانية كتير، اشوفكم على خير.